زي كفن تبع الموجة. نحب نشكر الكوبيراسيون الخدمة الكبيرة من الأخوان الديوانة سواء في الحدود ولا في المطارات. نعرفوا اللي كما قلوها الوجه الأول متاع السائح ولا حتى التونسي مقيم بالخارج هي بيصير الأقبال متاع الديوانة، ونعرفوا معناها الخدمة الكبيرة وتوسيع البارز هذا سي با فاسيل. كما تعرفوا الساعات المسافر يحس بروحه مظلوم وقت الديوانة يوقفوا، لكن نجم نعطيكم تيمونية الشخصي وين تسافر البرة وتوقف وما عندكش حق حتى تتكلم، لازمك توقف وتستنى وتشد الصف ساعة وساعتين مع الديوانة. هوني نجم نقولكم معناها مع الديوانة شوفوا ماكسيمام 5-10 دقيقة وشوفوا زادة التسهيلات اللي يعملوا فيهم الديوانة في تونس، وهذه معناها شرف كبير. ونحب زادة نقولوا لي حاجة ساعات في تونس من ما نلاحظوهاش، لكن الديوانة راهو هم جنود على خطر في بالنسبة لنا سرتو في السياحة، هم يقاوموا في الإرهاب. الديوانة عندها خدمة كبيرة الروبير زادة لي باجاج سوسبي وبرشا حاجات اللي هم ممنوعة، مش كان معناها السلعة ولا الفلوس ولا حاجة، لكن فما برشا حاجات اللي هم عندها دخل مع الإرهاب، والديوانة تقوم بالخدمة هذه. أنا زادة نحب نشكر الديوانة على العمل الكبير زادة في مقاومة الكونترفاسون في الصناعة التقليدية. نعرف اللي وهذا سمعته سيرمون كيفاش معناها عملت عملية تحسيسية على الكونترفاسون نتاع برشا سلعة تقليدية تونسية اللي تجي من الخارج مالوروزمون معناها تجي في مارشي باراليل كيما قص في بوسعيد كيما السفساري كيما الشاشية، معناها تشوفوه في الأسواق جايين من مارشيات معناها ان بو اترونج ما همش نتاعهم. ونعرف اللي فما برشا سلعه توقف عند الديوانه وهذه بيصير نشكرهم برشا على العمل الكبير هذايا. وبيصير نحب نهنيكم بالجائزه نتاع احسن مؤسسه عموميه، وهذه شرف لكم انتم. وما نطولش عليكم فما يوم العلم اليوم يلزمنا نكونوا حاضرين. نحب نشجعكم في الموسم هذا الكبير، ونحب نقول لكم اللي شرف انتم لتونس، وشكرا على الخدمه الكبيره تعملوا فيها كديوانه تونسيه. بارك الله فيكم.